أنا بدعوكم الحقيقة أنكم تشوفوا هذه الجامعات معايا، وإن شاء الله بعضكم كنا مع بعض في زيارات قريبة. إحنا عندنا الحقيقة جامعات جديدة بتنشأ على مستوى متميز للغاية، حجم إنشاءات وحجم إنفاق عالي. إن شاء الله هذه الجامعات أول ما تستكمل وتبدأ العمل في هذه المباني فيها هيبقى تعليم ذو جودة متميزة وعالية جدا. أنا زرت قريب، أنا زرت لغاية دلوقتي يمكن 10 جامعات مصرية، وتعمدت إن هم يكونوا من إسكندرية، من السويس، من سوهاج، من أسوان، يعني مش وطبعا القاهرة وعين شمس. الحقيقة لا، احنا عندنا استثمارات كبيرة، عندنا اللي بيتم انشائه على مستوى متميز جدا. خلال ايام هكون في جامعة المنصورة وجامعة كفر الشيخ خلال الاسبوعين القادمين. لا، عندنا انشاءات كويسة، عندنا دعم من الدولة بيقدم لهذه الجامعات. الانشاءات هي الخطوة، انما اللي بيكمل الجزء الثاني بيقول مقومات مادية وبشرية. المادية هي المنشآت، البشرية هي أعضاء هيئة التدريس. ودي احنا بنشوف احتياجات الجامعات الجديدة علشان نوفيها بسرعة ان شاء الله.